حيثما كنتم أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ونبدأ النشرة بأخبار الاقتصاد. ذلك القطاع الذي تأثر أيما تأثر بالأحداث التي عشتها تونس بعد الثورة، 3 سنوات انقضت والاقتصاد التونسي يترنح ليكون قطاع المالية العمومية أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا، والأسباب عديدة. أما عن المؤسسات الاقتصادية فالوضعية كارثية وباتت تتطلب الحل العاجل، حل قد يأتي به الحوار الاقتصادي المنتظر. فهل ينحو منح الحوار الوطني الذي عالج الوضع السياسي في البلاد؟ 3000 مليار من المليمات هو إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسات العمومية حسب ما أعلنه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مؤخرا. خسائر أكد رئيس الحكومة أنها نتيجة سوء التصرف في الموارد المالية وإغراق المؤسسات العمومية بالانتدابات العشوائية. الاقتصاد إلى سوفير pendant ces 3 ans. توا إلي طون دو سون أوكوبي. لا سيتواسيون إي تري ديفيسيل. أما أنا لو مويان دو روبوندير. كيفاش نروبوندي؟ يرجع الانضباط، يرجع العمل، ويرجع زاد كيف النوسيون تاع باش نضحيو. خسائر مالية أكدتها كذلك دراسة الخبير المحاسب فيصل دربال، شملت 25 مؤسسة عمومية، خلص فيها إلى أن هذه المنشآت تشكو عجزا كبيرا في الأموال الذاتية. ثم عجز تقريبا 13 مليار دينار في الأموال الذاتية لهذه المؤسسة، ولا بد من تغطية العجز هذايا. وكذلك العنصر الثالث فيما يخص البنوك العمومية اللي ما زلنا ننتظروا في نتائج التدقيق المالي لهذه البنوك، ومش يكون حسب اعتقادي مقدار العجز نتاع الاموال الذاتيه نتاع البنوك هذايا يعدي في كل الحالات ما وقع رصده في قوانين الماليه لسنه 2013 و2014 يعني مليار دينار. وامام صعوبه الوضع الاقتصادي الذي يتطلب حسب الخبراء اصلاحات هيكليه وترشيد الدعم، سينعقد حوارا وطنيا اقتصاديا بمشاركه المنظمات الوطنيه والمهنيه والاحزاب السياسيه لإيجاد أرضية مشتركة لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بالوضعية المالية للمؤسسات العمومية وتحسين مردودية أدائها.